نسبة للآشوريين سموا هاي المنطقة تسمية خاصة بها واللي هي الشرقاط. اليوم أنا بالشرقاط، طبعا هذا القضاء التابع لمحافظة صلاح الدين، حتى نشوف الناس ونسلم عن الأسعار وهاي الأمور. خليكم وياي بهاي الجولة. اخبارك؟ شلونك عمي؟ متابع على راديو الغد. متابع راديو الغد؟ اي نعم. فشي حلو. احلى شيء يعجبك العاد براديو الغد شنو؟ البرامج اللي تطمش عليها، تسمعها لو تطمش عليها؟ لا اشوفها على الفيس. تشوفها؟ اي حلو. يا برنامج اكثر شيء تابع؟ والله تطلع لي كلها تابعة ان شاء الله. شنو برايك لازم احنا نغطي بالشرقاط؟ شنو تريد نصور بعد اكثر؟ نسلط الضوء عليه. مثلا المناطق السياحية، تريد الخدمات، المطاعم، المهن. كل شيء تريد؟ والله الشيء الحلو، كل شيء حلو تشوفونه. عمو ليش سموها الشرقاط؟ ابو من اول مره؟ بلاد الذئاب. ابو مروان. عمو ابو مروان بلاد الذئاب؟ اي نعم. ليش سموها هاي؟ تسامي كثيره بها. والله يقال انه هو يعني كلمه اشوريه معناها بلاد الذئاب. كلمه اشوريه. اي نعم. شكرا لك عمي. يا الله يعطيك الصحه والعافيه. اول شخص طلع متابعنا. شلونك عمي؟ بارك صحته. الله يحييك. اموره. هلا وسهلا. ابو من؟ ابو نوري. عمي ابو نوري. ليش سموها بالشرقاط؟ شيخ نوفل الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بقناتكم. اهلا وسهلا بك. نرحب بكم، كل الهلا بكم. شكرا لك. بشرقاطنا الحبيب، اهله الطيبين، الناس الكرماء الاوصلاء. والنعم. سمي بالشرقاط وقال انه يعني منطقة اثرية الى اشوركات. اشوركات؟ اي نعم. الى بالشرقاط. بالشرقاط، نعم. نعم، حلو. إيه؟ احلى شيء بها شنو؟ احلى بها شيء ناسها الطيبين، اسلوبهم، ناس معازيب، الله حيهم. الله حيهم. ناس كرماء. والنعمة. اي والله. عراقيين وصلاء. ليش بالشرقاط ماكو فنادق؟ ماكو فنادق من طيب اهلها، من كرمهم، ما يقبل مضايفهم يقول لك انا مضيف في فندق. والله الله محييكم. زين عمي. كل الهلا. انت متابع راديو غد؟ تعرف براديو غد هنا؟ اي نعم يعني متابعه. شنو برايك شنو تريد اليوم احنا على شنو تريد نسلط الضوء بعد اكثر؟ على المواضيع الخدميه، على المهن؟ والله على المواضيع الخدميه، على الناس اللي الفقراء. اكو ناس بالشرقاط ناس فقراء، ما يعني ما يستلم راتب حتى قوت يوم ما عنده. يعني قصدك اللي الرعايه اكثر الناس؟ الرعايه نعم. كهرباء، مشاريع المي، الخدمات. ان شاء الله حكومتنا الجديده ان شاء الله تشكل ونتامل خير بها ان شاء الله، والله يحفظهم ويستر على العراقيين جميعا. شرفت بك عمي. انت الشرف، والله يحييكم ويبارك بكم. كثير هلا. يا هلا بك عمي. معازيب. شكرا شكرا عمي. ممنون. الله يحييهم. الله يحييهم بالشرقاط. هلا عمي شلونك؟ شلونك؟ اخبارك؟ صحتك العفو. شو اخبارك؟ ابو من انت عمي؟ ابو احمد. عمي ابو احمد شلون اخبار امورك؟ اخبار حيل. انت من الشرقاط؟ حيل زين اخبار. انت من الشرقاط؟ انا من الشرقاط. ايش قد صار لك من الشرقاط؟ صار لي 70 سنه، 71 سنه عمري. 70 سنه؟ ايه. من دور عبد الرشيد القاسم الى احمد حسن البكر اسس المستشفى هذه. يعني انت تعرف كل شيء على الشرقاط؟ كل ما شاء الله خدمات زينه. اكو هنا بوابات. تعال عمي شوي على الشمس، تعال شوي ندر على الكاميرا هيك. اكو هنا بوابات واكو اثار. ليش هاي؟ مين؟ شنو؟ منو؟ اثار بالقلعه. ايه قلعتها شو؟ قلعتها شو؟ هناك آثار والكل. يقولون نسبة لهاي القلعة سموها الشرقاط. 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 الشرقاط نعم. أكثر السكان أهل الشرقاط من وين؟ يعني من شنو؟ أكو صبخي، أكو الخصوم، أكو جميلة. جميلة. إيه. جميلة. أكو جرناف، ما جرناف، هاي كل موجودة. كلهم موجودة. إيه. أكو قرى يمكم قريبة؟ قريبة المسيحلي، خانوقة. المسيحلي، خانوقة. إيه. بعد. المسيحلي، خانوقة، الحصوية. الحصوية. إيه. هذول شنو الخدمات اللي تحتاجها اليوم الشرقاط؟ زين زين خدمات. زين. اي والله الحمد لله. الحمد لله. تربت بك عمي ابو احمد. الله يسلمك. انت ما عندك فد مشكله؟ مشكله ما عندي. ما عندي لا مشكله. زين ما شاء الله الحمد لله والشكر. والحمد لله. شكرا عمي ابو احمد. 71 سنه. شرفت بك والله يعطيك الصحه والعافيه. السلام عليكم. شلونك عمي؟ مبارك صحتك. وين؟ من الشرقاط؟ نعم. من قرى الشرقاط؟ نعم من الشرقاط. من الشرقاط؟ نعم. ابو من شو اسمه؟ ابو اسد. ابو اسد شلونك اخبارك؟ الحمد لله شلونك؟ الشرقاط اليوم يعني رجعت تتطور اكثر ونشوف اكو شوارع. نعم. اكو نظافه، اكو اهتمام. برايك شنو بعد تحتاج الشرقاط؟ والله هي ما شاء الله صار بها اشغال بس يعوزها النوب بعد. يعوزها مثلا؟ مثلا عندنا الشوارع، عندنا ذني مثلا بالشتاء المطر ظل بالشارع واقف، يعني ما عنده دائره المجاري. مجاري لا، دائره مو شيء.
زين احنا نلاحظ مثلا هسه يعني المواطن ما ده يتعاون مع الدوائر الخدميه، شوف يعني اكو نفايات ورانا. صحيح هذا الصوت يعني ما يحطوا مثلا تقول حاويات مال زباله اكرام او اذا الناشد البلديه والمجاري البلديه. نعم. يعني نتمنى اكو حاويات بالشوارع الموجوده بداخل المدينه. نعم. وان شاء الله نشوف حل. شرفت بيك انت. شرف. شكرا لك حبيب قلبي. حياك الله. السلام عليكم. شلون ابو المحل؟ اخباركم؟ حياك ابو المحل. جوا ابو المحل قاعد. ابو المحل كل ما نجي للشرقاط خطيه اشوفه هو موجود. شلون الاجواء بالشرقاط؟ والله زين الاجواء. زين ما شاء الله. الاسعار هم زين. الاسعار قبال الناس عليكم شو وقت يصير؟ دائما وقت الرواتب لو عادي اكو؟ لا والله وقت الرواتب بس. وقت الرواتب. وقت الرواتب. ابو من؟ ابو معتز. ابو معتز اكثر دائره انت تضوج منها؟ يعني كل ما تروح من الروتين القاتل تضوج. والله ما لو ما عندكم دواء ما مراجع دواء. ما مراجع. لا لا ما مراجع دواء. شكرا لك. تشرفت فيك. كل ما اجوع سبحان الله صادفني واحد ابو مطعم يمي. هذا حظك. الوالده دعيت لك هذه. يا ابا دائما الوالده تدعي لي على راس الله. يا قبل ما اسالك نسال هنا الاخ هنا يتريق يتغدى. السلام عليكم حبيبي الغالي. ابو من؟ ابو محمد. ابو محمد اكله طيب والله. ما رقم واحد. رقم واحد. اي والله. على مو يداريك بالله. لا والله. شوف شوف هسه مدارك. لا والله ما جيران انا بس لاحظ الشرقات كلها علي. شلون الاسعار بالشرقات؟ 1500 750 هاي اسعار يعني زينه. حيل فخره. هسه نتعرف على اسمك؟ علاء ابو القص. علاء ابو القص. علاوي علاوي. كل واحد يسوي طريقه قص تختلف عن الثاني. كل شخص وطريقه عمله. انت شلون تسويها؟ انا اكيد شلون انا ما نقدر نعمل كل طريقه. كل واحد يقولون يخلي بهارات تختلف عن الثاني، ليش؟ هي شغله خبره. هسه انت والصحف الاخر نفس الدقه والهذا لا، كل شخص وعنده طريقه بعمله وشخصيته. كل واحد ينفرد بشغله. اي تمام. هسه اكو انا اشوفها اكو حمره تطلع مرات شاورما هيك يعني. على البهارات. على البهارات. على البهارات اذا يزيد الفلفل، الشطه، التتبيله اكيد. اي احلى شيء اذا اشوفه عندك النظافه والترتيب. والله هي اهم شيء هي النظافه. اهم شيء النظافه. اهم شيء النظافه طبعا. ابو الآن ابو صاحب المطعم والنظافة هي هذا رقم واحد، لأن هي العين تأكل. والنفس إذا ما طيبة وهي الناس ضحكة مات مو صحيح؟ شيء طبيعي، أهم شيء هي أنت تريد تنجح بحياتك هو النظافة، النفس، الكلام، هي أهم شيء هذا. تمام متابعيني بالشرقاط اكتبوا لي بالتعليقات مجربين تاكلون يوم شيف على ولا؟ يقولون الطرشي مال أهل الموصل ما يعلي عليها صح؟ إن شاء الله. شلونك؟ شلونك؟ بارك أمورك. بالشرقاط شلون الطرشي عندكم؟ حيل زين ما شاء الله. زين؟ حيل زين. شلون الانواع الطرش اللي تسوون؟ عندنا طرش عادي وعندنا طرش مدبس وعندنا طرش رمان وعندنا ما شاء الله مخلل كل شيء موجود ان شاء الله باذن الله. انت تكبسهم لو تجيبهم؟ لا احنا نجيبه جاهز بس احنا المي احنا نشتغل المي العنبه احنا نشتغل المي انت تشتغل اهم شيء المي هو الطعم بالماء. الماء يعني متعذب البيت امي كل ما تريد تكبسي جيب لنا مي طرشي. جيب لنا مي احنا نعطيكم. هم يشترون منك مي طرشي؟ والله شيء قليل نبيع شيء قليل ما يكبسونه. لا يكبسون هم بس احنا ما نبيع مي طرشي. زين بدي اسالك ليش بالبيت ما يسوون طرشي مثل ما يسووها بالمحلات؟ لا تختلف شغل المحلات تختلف عن شغل البيت. الكبس ماله، الحامض ماله، يعني الخل العادي مو مثل هذا الخل ماله. يعني انتم تعرفون المقادير قصدك؟ طبيعي شيء اكيد. قياسات كل شيء قياسات. صحيح. هسه احنا مقبلين على رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. شغلك هسه راح يبدا مو صح؟ ان شاء الله باذن الله باذن الله. شلون اسعار الطرشي؟ اسعاره بثلاثة كيلو الطرش العادي والمدبس ثلاثة الرمان. هاي المحلات انت مسويها؟ لا مال الموصل. مال الموصل؟ قبل هذا احنا نشتغل هسه حاليا لا ما نشتغل. ما تشتغلون؟ لا لا. بس علينا المي، شغل المي. المهم انت المي. اكتبوا لي بالتعليقات تحبون المخلل ولا الطرشي. واكيد انه اثنيناتهم ما قاوم. يقولون السفره ما ترهم برمضان اذا ما عليها مخلل او طرشي. شيء اكيد. وقيسي. وقيسي. احنا عندنا قيسي. شيء اكيد. شكرا لك والله ربي يرزقك ان شاء الله. ورد يحفظك. شوف الخضروات ونشوف اهل الخضروات. السلام عليكم. عليكم. ها عمي مستوقين اليوم. شلونكم عمي؟ الحمد لله الله يعافيك. ابو ايش؟ استر عليك ابو شاف. عمي ابو شاف. الله. ها عمي شو مسوي؟ شو تسوق؟ والله طماطم عندي مخضر عند محل مال مخضر. انت عندك محل مال مخضر؟ هذا محلنا. زين عمي شلون الاسعار يمك؟ ابو من انت؟ ابو محمد. عمي ابو محمد شلون الاسعار يمك؟ الحمد لله والله زينه. زينه؟ ايه طماطم 500 نبيع 750. الخيار 750 نبيع ب 1000. بس انتوا اهل انتوا اهل البساتين. عمي مو احنا بساتين، احنا الشرقات ما ظل بساتين. موجود احنا قلها قعدت عمي. ايش عجب؟ والله ما حد ناس موظفه وناس تربيه صحه عسكريه. بس اهل الفلاحه موجوده وين؟ قبل الحويجه سامره بيجي مكيشيفه. زين. الاسعار الغاليه عندك شنو هي؟ والله ماكو شيء غالي بس شويه كانت الطماطم نزلت، صار لها ثلاث ايام نزلت. ثلاث ايام نزلت؟ كان زياره ما زياره. زين.
زين اكثريته مستورد لو؟ والله تقريبا يعني 80% مستورد. 80% مستورد. أيوة. المستورد يضاهي على المحصول المنتوج العراقي. اي والله ماكو كان منتوج غير الخيار كان قليل، هسه شويه الخيار العراقي نزل، الفلفل العراقي نزل، الهانه، الخس، الطماطم العراقيه زينه ما شاء الله سنه. الله يرزقك. الله يرزق الكل. شكرا لك. هلا استاذ. عمي شلونك؟ الحمد لله. اخبارك؟ الله يعافيك ويستر عليك. شلون تشوف الاسعار؟ والله ما شاء الله المخضر بلاش. زين. هي حيل زين ما شاء الله فاخر. البطاطا، الطماطم. فاخر حيل يعني. تجي هنا تلقي بيدك لو تعبي بالعلوة. والله تلقي بيدك وبالطريق كل 100 متر علوة اكو. صحيح. ايه علوة. ايه مخضر كثير. ما شاء الله حيل فاخر يعني. بس يعني 750 طماطم مو غالية؟ بس يعني اما اطلع هناك 300 دينار. بس لازم تشتري صندوق. ايه. ايه صندوق او هم يبيعوا المفرد بس هنا السوق يختلف. ايه. اما اطلع الشارع هنا يعني بلاش. بلاش. اي بلاش البطاطا 300 دينار. انت من الشرقات لو قرى نفسك؟ اي من قرى الجرناف كلها. الجرناف؟ اي الجرناف. ليش سموها الجرناف؟ الجرناف هاي جرناف شبال جمسه شكرا هذه كلها جرناف يسمونها. شكرا. ايه. وبعد يا قريه؟ شكرا الخضرانيه. الخضرانيه. سويدان العيثة. سويدان العيثة. ايه. وراها جمسه شبالي. هذه كل هذا خط الجرناف. كثار. ايه. شنو يحتاجون هاي القرى؟ يحتاجون بها خدمات كهرب مي تبليد. والله ما شاء الله يعني هسه زين فاخر يعني السنة زين مشاريع هاي. زين الحمد فاخر لله. فاخر ايه ما شاء الله الحمد لله. شكرا لك عمي. الله يعافيك ويستر عليكم. هذا حلوة هاي الاسماء القرى اللي دي يذكرنا هي. مكملين جولتنا بالشرقاط. خليكم وياي. انت ام خليل. ام خليل؟ ايه. انت من الشرقاط؟ من القرى من الشرقاط؟ من بعاجة. من شنو؟ بعاجة والشرقاط. بعاجة؟ بعاجة. بعاجة. ليش سموها بعاجة؟ أنا أدري ليش. ما تدري؟ والله ما أعرف يا غالي. نزلتي السوق تتسوقين؟ شو تشتري؟ والله جيت أخذ علاج بس هذه مريضة. مريضة؟ حل مريضة شايبها مريضة مرتمي بلوى. ليش ما رحتي للمستشفى؟ ما ينطول علاج المستشفى. ليش؟ والله ما ينطول. بس إيش على رغب 3000 عطش حاجتي ينطول بس. يعني ماكو علاجات؟ والله ماكو علاج لا والله في الله خارجي. اي والله يا قلبي. ليش قد عمرك؟ ما اعرف. ما تعرفين؟ والله ما اعرف يا قلبي. الله يعطيك الصحة والعافية يا امي. ربي يحفظك. خلينا نشوف ابو العطور. السلام عليكم. شلونك اخبارك؟ كل الهلا. صحتك؟ الحمد لله. اخبارك؟ والله الحمد لله. الحمد لله بخير. شلون العطور اللي عنده؟ الحمد لله فاخرة كلش. فاخرة؟ فاخرة. من وين تستوردها؟ من وين يعني؟ والله دا نستوردها من السعودية، بصرة، حسب بغداد. شنو الانواع اللي عندك؟ انواع اللي عندنا موجودة عندنا فرنسي، خليجي، اسباني. عندنا تعبئة، عندنا سيسيات، كميات يعني ايش قد تريد موجود. عندنا انواع العطور الجاهز المفخامه، عندنا نوعيات كثيره. زين هذول الاسماء شنو هذول يعني؟ هذا الاسماء عندنا مثل كونكت، امريكان، رشه، افيشان، فندي، هافوك. افيشان اي افيشان موجود. فندي مزلونه. مزلونه ما عندنا. ماكو؟ ماكو. اذا تدون اوفر لكم اياها تدللون. تسلم. لا انا العطر اللي استخدمه لوغوست اخضر. لوغوست تدللون نوفر لك اياها. تسلم حبيبي. حاضرين. الله يرزقك ان شاء الله. يرزق الجميع. شكرا لك حبيبي. ممنون منك. انتهت جولتي لهذا اليوم بقضاء الشرقاط وشفنا الناس والاجواء والاكلات والطرشي والحجيه ام خليل والخضراوات وكل هاي الناس. واكيد نتمنى تكون بعد اكثر تطور ونتمنى الناس تساعد ويا الدوائر الخدميه وننتظركم بجولات اخرى. مع السلامه.